بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نعرفكم بنفسي الاول، المتخصصه معاكم استاذه كوثر، متخصصه الازياء والفن ولبس البنات. وطبعا طبعا اخيرا يعني خدت الدبلومه بتاعه ازاي تكوني فاشينيستا. لخصت كل اللي انا درسته وهتشوفي دلوقتي الفيديو ده، هكلمك فيه عن ازاي تكوني فاشينيستا في 5 خطوات. خدي بالك برضو ان يعني هما 5 خطوات، هتاخدي 4، هتاخدي 6، هتجوزي من عندك. الكلام ده بقى كده انتي خارجة عن مسؤوليتي. انا هديكي ال5 خطوات اللي انا هخليكي بيهم فاشينيستا. اول خطوة، هتروحي على اي بحر، اي بحر بقى عندك، جمصة، بلطيم، اسكندرية، بورسعيد، يعني انت ومصيفك. تروحي على البحر، اهم حاجه بقى على البحر. دي اول خطوه انك هتروحي على البحر. ثاني خطوه، هتاخدي معاكي فستان، تلبسي بقى فستان، تلبسي حاجات فوق الركبه، فستان بقى، شورت، تلبس اندر، عايزه تلبسي جلابيه وتقطعيها، تقصي جلابيه امك وتقصيها فستان، المهم اي حاجه فوق الركبه. عايزه تلبسي فوق الركبه يعني عايزه تلبسي قصير خالص براحتك، اهم حاجه الركبه ما تعديش. لو عديتي تحت الركبه كده مش على مسؤوليتي. يعني في حاجه كمان برضو احب اوضحها واسترس عليها، ان انت لو جبتي لي بقى ببلوزه طويله شويه كده وقلتي لي ده فستان، لا، الحاجات دي بتتهرش، مش هينفعنا الكلام ده. لازم الفستان او جلابيه تقصيها فستان، لكن بقى تجيلي ببلوزه الحاجات دي لا، مش على مسؤوليتي دي، لا كده مش هينفع. بعدين بقى تيجي ايه، توقفي لي على البحر زي ما بقول لك كده هو. وطبعا يعني الكاميرا مش مهم نوعها، يعني موبايل بقى، كاميرا ديجيتال عادي، المهم تكون بتصور ايه بالميموري. يعني ما ينفعش انت يعني لازم فلاشايه، ما ينفعش تجيلي كاميرا بقى التحميض والحاجات القديمه دي، مش هتنفع برضه. تجيلي بقى بكاميرا بالموبايل، الموبايلات دلوقتي كلها بتصور يعني تمام. هتجيلي بقى وتقومي ايه جايه تقفي، اهم حاجه في الوقفه، اهم حاجه في الوقفه انك تقفي تدينا ظهرك. خدي بالك لو تدينا وشك مش هينفع، يعني لازم تدينا ظهرك، وشك ما مش هيجيب، لازم ظهرك. شوفي تقفي ده كده اهو، افردي دراعك كده خالص، شايفه افردي دراعي ازاي، افردي دراعك كده خالص اهو، تقفي كده اهو، اعملي كده. خدي بالك البوت دلوقتي الحركات دي مش هتنفع، لا دي خلاص بقت موضه قديمه، احنا دلوقتي الموضه الجديده ان انت تعملي كده او تبصي كده، فاهمه ازاي؟ الكاميرا تبقى في ظهرك كده، تبصي كده، او تيجي الكاميرا من جنبك كده. طبعا الكاميرا يعني مش شغاله بابن اختك، ابن اختك يصورك، ام احمد، امك، شوف انت، المهم يعني حد ايه يعرف يصور، يعني مش مهم، مش هنختلف. تقومي متصوره، ثانيه واحده معلش يا جماعه، بس هتقومي ايه متصوره الصوره حلو، وايه اهم حاجه يبان البحر، يعني اهم حاجه في الجزء، اهم جزء في الصوره دي يبان البحر كده اهو، يبان ان انت على بحر. مش مهم البحر بقى لونه اسود، لونه احمر، لونه مش مهم، المهم انه بحر حلو. وتقومي جايه ايه بقى، تاخدي الصوره وطبعا تحطيها على انستجرام، يعني مع الفيس ده خلاص ادم، الفيس ادم انت عارف، يعني في ناس بتحط اللينك بتاع انستجرام كده وتدخلهم على بعض ما فيش مشكله، بس اهم حاجه انستجرام. خدي بالك لو حطيتي فيس مش على مسؤوليتي برضو، اعملي اكونت الانستجرام بتاعك، يعني كل دلوقتي ما عنده انستجرام يعني يا جماعه تمام. هتقومي حاطه الصوره وتكتبي مثلا ايه، enjoying my time beach and summer، يعني في حاجات كده معروفه، يعني مش محتاجه اقول لك بقى الحاجات دي، سيرشي عليها بقى تصرفي، يعني انا مش يعني مش دي خطوه، دي بره الخطوات، يعني دي مش محتاجه اقول لك هتكتبي ايه. انت بتبقي حاسه بحاجات كده وقتها وبتشوفي نفسك كده وبتلاقي نفسك ايه، حاسه تكتبي حاجات معينه. هتقومي بقى جايه ايه، تحطي البوست دي حلو، وتاني يوم تيجي على الفيس. خدي بالك على الفيس بقى مش انستجرام، تاني يوم هتيجي على الفيس، هتقومي كاتبه ايه، مش عارفه في الفيس بيبقى في حته فيلينج، حاجه فيلينج بقى ايه، تقومي عامله فيلينج. وخدي بالك لو كتبتي بوست عاديه مش هتنفع، لازم تعملي الحته اللي هي بتاعت فيلينج دي، تقومي كاتبه فيلينج سيك، والوش الفيس الاخضر ده حلو. خدي بالك ليه بقى، ليه بقى الخطوه الاخيره دي بقى، انت كده كده هتنشي عين، فالخطوه دي
بتظبط لك بقى الدنيا شويه، انت كده هتنشي يعني. انت عارفه البنات على الحاجات دي العين ما شاء الله، تلاقي كلهم اول ما انت تحطي الصوره من هنا يجي لك سكته قلبيه من هنا. انت تحطي الصوره دي بقى هتغذي العين شويه، وفي نفس الوقت عشان توصلي غير كده مش هتعوض، هيقروا عليك هتموت، هيجي لك الناس يكلموك عشان تبقي الفاشونيستا، مش هيلاقوكي اصلا. انت هتحطي الصوره، هتقومي بعد ما تحطي الصوره بيومين، هم يومين خدي بالك، لو حطيتيها تاني يوم هتبقى بتتجبي، ولو حطيتيها بعدها بكتير هينسوا، هتكوني خلاص اتحسدت. تقومي بقى تاني يوم بعدها بيومين تقومي حاطه الفيلنج ستيك دي والفيس الاخضر، اهم حاجه الفيس الاخضر خدي بالك، على الفيس طبعا مش في اي حته تانيه، تحطي فيلنج ستيك وتختفي بقى فتره، يعني تتقلي بقى يعني ايه، جالك بقى شغل فانت كده هتتقلي، عشان لما حد يكلمك يقول لك بقى ايه، تقولي له انا عندي شغل تانيه وناس تانيه، تعرفي تلعبي في السعر براحتك، تبقي ايه فيلنج ستيك وتختفي يومين كده، تلاقي بقى الناس تبدا تسال عليكي، واللي يقول لك يا احنا كنا محتاجينك في شغل بتاع مش عارف كده. اهو سادس بقى خطوه بقى دي، تدعي لي يعني اما توصلي تدعي، ما تنسيش تفتكريني، عارفه لو نسيتيني والله ازعل ازعل. بس كده هما دول الخمس خطوات اللي اتفقنا عليها، شكرا ليكم.